السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أحلى ناس في الدنيا؟ ورجعنا لكم تاني بفيديو جديد عن اللوتري. تكلمنا في الفيديو السابق عن اللوتري، النهاردة هنتكلم عن الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. يعني إيه اللوتري؟ يعني إيه هجرة عشوائية؟ يا جماعة، الولايات المتحدة الأمريكية كل سنة في شهر أكتوبر بتصدر 50,000 تأشيرة، جميع دول العالم، الدول العربية، الدول الأوروبية، جميع دول العالم 50,000 تأشيرة، ويحق لجميع الدول العربية وجميع المواطنين التقديم إلى الهجرة العشوائية اللوتري، ويشترط أن تكون لديك الثانوية العامة أو ما يعادلها. لا يشترط أن يكون معك لغة إنجليزية نهائياً، لا يشترط. انت بتجهز ورقك وبتقدم على الموقع، الموقع في الديسكريبشن تحت في اول تعليق، بتقدم على الموقع، بتجهز جواز سفرك، شهادة ميلادك، بتكتب اذا كنت اعزب، متزوج، مطلق، بياناتك بتكون صحيحة، لان انت بتعمل مقابلة في السفارة الامريكية في بلدك، في اي بلد انت موجود بتعمل مقابلة في السفارة. ولكن انت بتقدم في شهر 10، لما تخلص التقديم الموقع بيديك الكونفيرميشن نمبر. الكونفيرميشن نمبر ده مهم جدا جدا جدا، لانك انت بالرقم ده بتخش في شهر مايو السنة الجاية تعرف انت فزت ولا لا، ماشي؟ فانت بتخش بياناتك كاملة والصورة المصغرة، الصورة 5x5. انت لو رحت اي مكتب من مكاتب التصويت قول لو سمحت عاوز صورة 5x5 للوتري خلفية بيضة، صورة 5x5 للوتري خلفية بيضة، بتقدم جميع بياناتك بالصورة، وممكن جميع الأسرة يقدموا، الزوج، الزوجة، الأولاد، كل واحد يقدم لوحده، ولو واحد فاز بياخدوا الكل معاه. يعني الزوجة بتقدم، لو فازت بتاخد زوجها واولادها، والزوج بيقدم، لو فاز بياخد الزوجه والاولاد، وابنك برضو، اولاد، كل واحد بيقدم بنفسه. والصوره خلفيه بيضاء يا جماعه، لازم تكون ودانك الاثنين باينين، هو عارف، المصور عارف، قول له صوره اللي بتاعه اللوتري 5x5 خلفيه بيضاء. فانت قدم، قدم، ما تسمعش كلام حد، واحد يقول لك يا عم ده الموقع مقفول، واحد يقول لك يا عم انا قدمت قبل كده وما حصلش نصيب، ما تسمعش كلام حد. دايما ما تكونش ودني، ما تسمعش كلام حد، قدم وتوكل على الله. قدم وتوكل على الله، لان في ناس بتحب لك الخير وفي ناس ما بتحب لكش الخير، فانت لا تسمع كلام حد. توكل على الله دايما وقدم. الموقع تحت، قدم جميع بياناتك ولعل وعسى تفوز، لان انا سامع خبر ان شاء الله جميل ان في نسبه كبيره قوي السنه دي هتقبل عشان الكورونا الولايات المتحده الامريكيه، فنسبه القبول السنه دي بسم الله ما شاء الله ممكن 90%. فانت قدم انت ونصيبك، انت ونصيبك، ده حظوظ يا جماعه، ده هجره باللوتري نصيب عشوائيه، الكمبيوتر بيفرز اوتوماتيك تأشيرات اوتوماتيك، مفيش واسطة، مفيش محسوبية، مفيش أي حاجة، أنت ونصيبك. أنا زي ما قلت قبل كده، قدمت وانتظرت في شهر 5 ودخلت الكونفرميشن نمبر ومفيش نصيب، فهي حظ. قدم وتوكل على الله، وتمنياتي لكم بالفوز إن شاء الله، وانتظرونا في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، اللي ما يعرفنيش انا علاء الدسوقي، مصر عايش في امريكا الجنوبيه، اشتركوا في القناه هنلف العالم مع بعض.